السلام عليكم ورحمة الله. زي ما شفتوا يا جماعة الحلقة اللي فاتت خرجت أنا وأحمد عشان نشتري شوية حاجات بقى رمضان. تعالوا فرقوا على الحاجات اللي احنا جبناها، حاجات جامدة. أول شنطة أهي، بصوا اشتريت شفشق زي ما شايفين كده، هو مش إزاز على فكرة، عشان كل ما أجيب واحد إزاز بيكسروه، فقلت المرة دي بقى أجيب واحد مش إزاز. هو شكل الإزاز كده شكله جميل، اللي في قلبه دي ورقة، يعني هو كله عامل شكل ازاز كده، وممكن كمان يتعمل صفوية، الغطا اللي فوق ده يشال ويبقى صفاية تصفي فيه اي حاجة. اللي عايز اسعار اي حاجة يكتب لي في الكومنت وانا اقول له السعر. بص بقى اشتريت الكوبايات دي، كوبايات طالعة جديدة تركي، اشتريت دي كده تنفع للشاي او للبلح، واشتريت الكبيرة بتاعتها يعني منها الصغيرة اللي هي دي، والتانية الدستة دي اللي هي الكبيرة، كل دستة 6. دي تنفع برضو للبلح وللعصير، نوع طالع كده جديد تركي عامل زي قشر السمك كده، بس عجبني قوي. اشتريت ده الطاجن طويل الصغنون ده عجبني فاشتريته. الكوبايه دي كانت لوحدها كده عند الراجل، فقلت له هاتها واشتريتها منه، شكلها غريب كده بس شكلها عجبني. اشتريت برضو المجات الشاي الصغننه دي، مش صغننه قوي يعني، تنفع للشاي برضو. انا بحب اجدد واجيب كل حاجه جديده في رمضان. اشتريت الصينيه دي، قولوا لي ايه رايكم فيها، ذوق حلو ولا لا؟ شوفوا الصينية دي، اللي عايز سعر اي حاجة يكتب لي في الكومنت وانا اقول له السعر. واشتريت الطقم ده برضو، طقم صواني عجبني، وبصراحة المحل كان عامل تخفيضات جامدة، فلقيت الاسعار حلوة فجبت يعني. وعشان رمضان بحب اجدد في رمضان واجيب كل حاجة جديدة يعني، عشان الواحد كده يكسر الروتين. هما 3 صواني كده في قلب بعض. واشتريت برضو حاجات تانية كتيرة. تابعوني، لو معمليش لايك بقى يعملي لايك بسرعة، واللي مش متابعني يعمل اشتراك، مش هتخسر حاجة لو عملت لي اشتراك. بصوا اشتريت دي للتورتات والحلويات، و3 اطباق دول في قلب بعض كده زي ما شايفين كده، للتسالي لأي حاجة شكلهم برضو عجبني. اشتريت بقى الكوبايات دي برضو، كوباية صغنونة كده للقهوة، أنا بحب أشرب القهوة كده في كوبايات بدل الفناجين، دي كوباية قهوة جميلة. اشتريت برضو الكوبايات اللي هي البلاستيك دي ولا الفل دي، هي مش صحية بس أنا بحبها قوي، مش عارفة ليه، أنا لما بشوفها كده ببقى مبسوطة فجبتها. اشتريت الحلة الصغنونة دي، على فكرة بتحفظ الأكل، كان في منها أحجام كتير فأنا جبت الحجم ده، بتحفظ الأكل يعني درجة حرارة الأكل. واشتريت تاني، واشتريت ده كمان، شايفين الحاجات دي انا بستخدمها في المطبخ، هنعمل طاجن، نعمل اي حاجة بالغطيان بتاعتها، او حاجات ممكن نوزعها كده في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى في الكومنت اكتبوا لي اي سؤال او اي حاجة، وقولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي انا جايباها دي. بصوا اشتريت المج ده كمان عشان كان عندي واحد وباظ، بس كان لونه احمر المرة اللي فاتت، فانا حبيت اغير بقى وجبت السيلفر ده. قولوا لي ايه رايكم فيه، واللي عايز يعرف تمنه يكتب لي في الكومنت وانا هقول له تمن اي حاجه هو عايزها. اشتريت الحاله دي عجبتني، انا مش عارفه هي ايه اصلا، بس هي عجبتني كده فاشتريتها، صغنونه كده وحلوه ولها غطا فاشتريتها، وسعرها برضو كان حلو. اشتريت بقى مجات عشان كل ما اجيب مجات غاليه العيال يكسروها، فقلت اجيب مجات من دي، المج كده ب20 جنيه، من المجات اللي هي العادية دي، بس هي شكلها حلو على فكرة عاجبيني، هي مش كبيرة قوي بس حلو. فعشان زي ما قلت لكم احنا بنستخدم مجات كتير قوي العيال بيكسروها، لقيت حرف الدي وحرف الام. وبكده يا جماعه بقى وصلت لنهايه الفيديو، قولوا لي ايه رايكم في المشتريات اللي انا اشتريتها. اللي مش متابعني يعمل لي متابعه.